تنس الطاولة الأهلاوي ومسيرة حافلة من الإنجازات العربية والقارية والعالمية. لم يستغرق النادي الأهلي كثيرا من الوقت لإدراج لعبة تنس الطاولة بين الألعاب التي اعتمدها النادي لخدمة الرياضة المصرية، فما هي إلا بضع سنوات على إنشاء نادي الوطنية إلا وكانت رياضة تنس الطاولة حاضرة على سبيل التسلية لأعضاء القلعة الحمراء، وذلك في عام 1918. إلا أن البداية الحقيقية لتنس الطاولة بالأهلي وانتشارها وإقامة مسابقات لها داخل جدران النادي يعود إلى عام 1930، الذي شهد حرص إدارة النادي على إعداد طاولة رسمية لتنس الطاولة ليبدأ التنافس بين الأعضاء بعضهم البعض، ليشهد عام 1931 تأسيس أول اتحاد للعبة بمساهمة من النادي الأهلي كعادته في نشر الألعاب الرياضية وتأسيس الاتحادات الرياضية. فكان داود راتب سكرتير النادي الأهلي أول رئيس لاتحاد تنس الطاولة في مصر، لذا لم يكن غريبا أن يهيمن قطاع تنس الطاولة في النادي الأهلي على البطولات المحلية والإقليمية عن جدارة واستحقاق، محققا لقب الدوري في 30 مناسبة وخمسة ألقاب لبطولة كأس مصر وتسعة عشر لقبا للبطولة العربية وثلاثة ألقاب للبطولة الإفريقية. يا سلام يا نديم، يا سلام على التقسيم، يا سلام على كأس مصر. ليقدم الأهلي العديد من الأبطال والبطلات لرفع راية الوطن في المحافل الدولية، ساهموا في تتويج مصر بالعديد من الميداليات القارية والدولية، بالإضافة إلى المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في العديد من المناسبات بقيادة الأسطورة السيد لاشين، الذي شارك في الأولمبياد في ثلاث دورات مختلفة. ولأنه النادي الأهلي الذي لا ينضب عن تقديم المواهب الرياضية لمختلف الفرق الرياضية في كافة الألعاب، فقد شهدت السنوات الأخيرة بزوغ نجم هنا جودة آخر حبة في عنقود أسرة تنس الطاولة الأهلوية، وهي صاحبة ذهبية بطولة العالم تحت 12 سنة التي أقيمت بسلطنة عمان، لتحتل المركز الرابع في التصنيف العالمي تحت 15 سنة، واعتبرها الاتحاد الدولي لتنس الطاولة من أهم المواهب في العالم. إلى جانب تتويج بنت الأهلي دينا علاء مشرف بذهبية فرد السيدات وذهبية الفرق وذهبية زوج المختلط وبرونزية زوج السيدات في دورة الألعاب الإفريقية الأخيرة، ويسرى أشرف حلمي المتواجة مع المنتخب ببرونزية زوج السيدات بدورة الألعاب الإفريقية، ومحمد البيلي الفائز بفضية زوج الرجال بدورة الألعاب الإفريقية. ليواصل نصور الأهلي في قطاع تنس الطاولة رحلة التألق والتفوق على كافة المنافسين محلياً وعربياً وإفريقياً.